الصدى ده بيجي من العوامل الجوية، بيجي مع الريح عامة وانخفاض درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في الأرض. ده بتوقف عليه عملية استمرار فحصك للغيط، كل يوم تلف حوالين أرضك تشوفها. وطبعا مرور المزارع حوالين أرضه بيساعد على أكتر من يمكن من 50% من زيادة الإنتاج، لأن أنت بتشوفه آخر نهار هتعمله، كان صح هتغير أو تزيد، وإن كان غلط هتبدأ تشوف إيه. لو مش عندك حل إحنا موجودين والجمعية موجودة، والباشمهندس سيد أبو سنان رئيس قسم المكافحة هيكمل في موضوع السلاسل. شكرا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم عن محصول الغلة. المحصول الغلة دي محصول استراتيجي مهم جدا، الناس مش تقدر تسمع عنه. الواحد ممكن يسمع عن أي حاجة إلا رغيف العيش. وهو وجبة يعني موجودة حدانا في الفطار في الغداء في العشاء. وكل الكلام اللي إحنا بنتكلمه دي أو إحنا دورنا إيه؟ مع المزارعين ان احنا نزود الانتاج. مساحه الغله، احنا عارفين المساحه اللي هي بنزرع في مصر مساحه محدوده. وعشان ازود الانتاج يا اما ازود الانتاج استصلح اراضي جديده وازرعها، او انني دي بنسميه زياده افقيه. دي اللي جاب لنا مشكله ندره المياه في مصر. عايزه مشكله في الميه، فما نقدرش ان احنا نستزرع المساحات دي. طب ايه احنا اللي نقدر نعمله؟ ان احنا نزود انتاجيه الفدان. لان احنا كنا زمان بنزرع الغله دي كانت بتجيب 7 اراضي 8 اراضي. السنه اللي فاتت متوسط الانتاج حاليا 918 فدان. فاحنا بنزرع في الحسينية حوالي 30,000 فدان. فدي لو زودت في كل فدان بس كيلو غله يبقى هزود 30 طن على مستوى الإمارات. يعني الواحد مش مستهون بيها. بنلاقي مزارع إنتاجه عالي ومزارع جنبه إنتاجه منخفض. ليه؟ المزارع ده نفذ التوصيات اللي إحنا بنوصيها له، وزرع عنده حلوة، والتاني ما اهتمش. الزراعة دي تنقسم إلى شقين، يا حاجة إرشاد، يعني إزاي إن أنا أول حاجة لما اجي ازرع الغله لازم انتحت الصنف. في حاجه اسمها سياسه صنفيه، يعني عندنا تباوي موجوده، اصناف موجوده نوصل الزراعه. في اصناف ما نزرعهاش خالص بالرغم ان هي كانت بتجيب انتاج عالي، زي مصر واحد ما انصحش المزارع يزرعها، سدس 12 المزارع ما يزرعش. ليه؟ لان الاصناف دي انكسرت المقاومه بتاعتها للاصدار، فاصبحت تصاب بالاصدار.